جغرافي عشان نثبت ان هم يتمسكوا بالارض مواليد زي ما قال لك ونضع جغرافي الوسط بين القاش او بين سلسله دول البحر هنا ومنطقه القاش وسط الارض اصبح ايوه هم وسط الارض البجاوي برضه يوصفوا زي جسم الانسان مواليد النص سنكات الكتوف يعني مثلا نفس منطقه الجبال بتاع السنكات دي الكتوف بتاعت الجبال اللي تقع فيها الارض المحدده سنكات كناب اسحاب ارض سنكات او مريض كناب اسحاب ارض الوسط البيت كناب اهل كل ما سموا كانوا لحظات النهايه اللي هي اهل السهر والدم بعض القبائل تساهلت في البجا الموجوده حسه النظارات الموجوده دي بطول لكل هذا بين العرب والبجا ادت الاثنين موجوده لفظه اب معناها شنو؟ اب ابناء ال زي ما تقول في اللغه ال فلان هم اب فلان ابناء فلان ايوه برضه تداخل في الحته دي توريك انه برضه السودانيين ده الناس كلهم اهل فقال انت هسه عايل لساحل النيل وانت نازل عندك الرباطات الرفاب الفضلاب العدلاب الشاعدلاب دول ابناء شاع الدين علي شاع الدين الشاعدلاب موجودين في الجنان وهم موجودين هم موجودين في على النيل وموجودين في البجا فده يؤكد انه الناس الشرعات كل القبائل ما موجودة في اللغة العربية موجودة في اللغة البجاوية وأنا أفتكر علماء التاريخ واللغة أثبتوا الكلام ده فالبجا كانوا ينتقلوا في الأراضي دي ومتساهرين أنا أذكر يوم من الأيام شاهدت في الفضائية السودانية حفل زواج في منطقة الرباطات نقلته الفضائية السودانية وكان في زيارة لجبل البركل فأنا لو قفلت الصوت حصور إني أنا موجود في أروما أو في سنكات أو في نفس في طوكر أو في المناطق دي لأنه الرقصة والجمال والسداري والغناء والدق بالصوت هو نفس الشخص لكن لما تعمل الصوت يقول لك والله ده حفل زواج في منطقه الرباطات فده يؤكد ان الناس دي يعني متصاهرين ومتداخلين ومتحابين الفضلاب العدلاب الشاعدلاب دول ابناء شاع الدين علي شاع الدين الشاعدلاب موجودين وهم موجودين هم موجودين في على النيل وموجودين في البجا فده يؤكد ان الناس الشرعات كل القبائل ما موجوده في اللغه العربيه موجوده في اللغه البجاويه وانا افتكر علماء التاريخ واللغه اثبتوا الكلام ده فالبجا كانوا ينتقلوا في الاراضي دي ومتصاهرين انا اذكر يوم من الايام شاهدت في الفضائيه السودانيه حفل زواج في منطقه الرباطات نقلته الفضائيه السودانيه وكان في زياره لجبل البركل فانا لو قفلت الصوت حصور اني انا موجود في اروما او في سنكات او في نفس في طوكر او في المناطق دي لانه الرقصه والجمال والسداري والغناء والدق بالصوت هو نفس الشخص لكن لما تعمل الصوت يقول لك والله ده حفل زواج في منطقه الرباطات فده يؤكد ان الناس دي يعني متصاهرين ومتداخلين ومتحابين ايوه ابن بريد ورا مشينا ما تدخل
حديثنا إذا في نفس المحور يعني هذا التصاهر وهذا التواصل الخليط القبلي هنالك يمكن كثير من الناس ما عارفين العلاقة بين القبائل البية وبين الجعليين والعلاقة بين العبد الله والجعليين وقبيلة الأكمن هذه اللي أصبحت يمكن خلاصة